هنتنقل الكلام على موضوع مختلف شوية، هو موضوع ثيرمال راديشن. في أول خالص هنبتدي نتكلم على مثال بتاع الأتوميك جاس. الأتوميك جاس emits light if it's heated to a few thousand kelvins. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا دلوقتي لو بنتكلم على الأتوميك جاس زي ما كنا بنتكلم على إن كل أتوم بتبقى بتشتغل لكنها independent، يعني المسافة بين كل أتوم والتانية ممكن تبقى بعيدة كفاية إن ما يحصلش أي interaction between الأتومز وبعض. فبنتكلم على الأتوم أكننا بنتكلم مع single أتوم. المثال المشهور أوي على حاجة زي كده هو الفيمس يلو لاين اوف ذا صوديوم، وده بيسكلي بنتكلم على ان احنا بنتكلم على لاين سبيكتروم، يعني بيطلع لنا سنجل ويف لينث من الانتراكشن اللي بيحصل ده. اوكي، الفيموس يلو لاين بتاع الصوديوم بيبقى اللاندا بتاعته بتبقى بالرقم ده 589.2 نانومتر. بنتكلم على النيو بتبقى في الرينج دوت، هي عباره عن سي على اللاندا طبعا. الانرجي بتبقى حوالي 2.11 الكترون فولتس. طب نعرف منين اذا كان هيحصل اكسايتيشن بحيث ان يطلع لنا اللاين سبيكتروم ده ولا لا؟ طبعا الحاجه اللي احنا بنستعملها اللي هي فيري يوسفول في حاجه زي كده هي البولتسمان ريشيو. البولتسمان ريشيو بتقول لنا احتماليه وجود اكسايتد اتوم ريلاتيف لجراوند ستيت عند سيرتن تمبرتشر او عند سيرتن انرجي بيساوي كام. لو احنا فاكرين احنا كان عندنا اللي هو البولتسمان فاكتور ده كان عباره عن اي تو ذا ماينس اي 1 ناقص اي 2 على كي بي في تي. اوكي، فالدلتا اي دي اللي هي التشينج ان بوتنشال انرجي اللي كان موجود عندنا هنا دوت، ده احنا ممكن حسب احنا نقدر نسخن الـ 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 او الفرق بين التو ليفلز اللي احنا بنتكلم عليهم بيساوي كام. يعني ليفل مثلا الفرق بين تو ليفلز كان مثلا 2.11 الكترون فولتس، هتكلم على التمبرتشر بقى عندها بيبقى النسبه دي كام. لو احنا بنتكلم ات روم تمبرتشر، يعني بتكلم مثلا 20 30 ديجريز مثلا ولا حاجه، بتكلم على ان الريشيو دي بتبقى 3.8 في 10 اس ناقص 36، ودي صغيره جدا جدا جدا. لو احنا سخنا الصوديوم جاز دوت ل 1500 ديجري كلفن، الريشيو دي بتبقى 8 في 10 اس ناقص 8. دي شايفين الفرق قد ايه؟ بنتكلم على ان احنا ضربنا الكلام ده في 10 اس 28، رقم فلكي. فساعتها بيبقى عندي enough atoms that give off light، يعني في عندي enough excited atoms موجوده جوه الاتوميك جاز بتاعي. فمعنى كده كل واحده منهم لما ترجع الجراوند ستيت بتاميت فوتون بالرقم ده، فعشان كده الضوء بتاعها بيطلع بيبقى قوي، بيبقى النسبه بتاعت الاتومز اللي فيها الاميشن ده بتبقى عاليه جدا، فبيطلع لي enough light ان انا اقدر استعملها في الايه، في اللايتنج ابلكيشن اللي انا بشوفها في الشوارع وفي حاجات زي كده. لو احنا بقى بنسخن بيس اوف ايرون، ايه الفرق بين دي وبين دي؟ الحاله بتاعت الصوديوم جاس ان احنا كنا بنتكلم على ان احنا الاتومز بينها وبين بعضها مفيش اي انتراكشن خالص خالص نهائي، لان هي كلها بعيده عن بعض. فمعنى كده بتكلم على اللاين سبيكتروم اللي بيطلع حاجه شكلها بتبقى يعني سنجل لاين سنجل فريكونسي، بيطلع لونه اصفر مثلا. اوكي، انما لما بتكلم على هيتنج ا بيس اوف ايرون، بيس اوف ايرون معناه ان انا بتكلم على ان الاتومز قريبه جدا من بعض، فنتيجه القرب اللي موجود ده بيحصل حاجه اسمها سبليتنج وشيفتنج، ويبتدي يتكون عندي حاجه اسمها بانز. بمعنى ان انا ممكن لو انا عندي سنجل لاين هيبقى شكله عامل كده، لو حصل لي سبليتنج هيبتدي لو تو اتومز جنب بعض مثلا هيحصل سبليتنج، يعني هيبقى هما التو اتومز دي مش هيعملوا اميشن للفريكونسي اللي هي بتاعه اللاين سبيكتروم دي، لا ده واحده تطلع اقل شويه واحده اكتر شويه. لو عندي اكتر عندي اتومز اكتر بيبقى عندي برضو يحصل فيرذر سبليتنج. لو عندي بقى عدد كبير جدا من الاتومز يبتدي بقى ان يبقى في السبيكتروم بتاعي بيملى كل السبيكتروم تقريبا، بيبقى حاجه اكنها كونتينوس سبيكتروم بالظبط. اوكي، فبتكلم دلوقتي على ان انا في الاول خالص لما بسخن الايرون بيس اوف ايرون دي بيبقى درجه الحراره في الاول تبقى ريد. اوكي، عند درجه الحراره دي عند درجه حراره 750 او 800 كلفن، بعد شويه تبقى اللي هو تشيري ريد اللي هو بيبقى يعني احمر فاتح قوي. اوكي، بعد شويه تبقى يلو، بعد شويه تبقى وايت، بعد كده بتبقى يعني دازلينج وايت اللي بيبقى بلويش وايت، يعني تبقى اولموست يعني كل الحاجات بتبقى موجوده في الرينج اللي هو بتاع 1900 ده، يعني كل الويف لينث بيبقى موجود، بيبقى السبيكترم شكله عامل كده. فبشوف دلوقتي ان انا هنا السبيكترم بتاعي بيبقى مبتدي بحاجه معينه، وبتدي بعد كده يحصل له فاريشنز مع الايه، مع درجه الحراره، بحيث ان في الاخر يبقى تقريبا كل الويف لينث موجوده، يبقى تقريبا كونتينوس سبيكترم موجوده عندي نتيجه للافكتس اللي بتحصل هنا دي. طبعا ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا في الحاله بتاعت الاتوميك جاس اللي زي الصوديوم،
كل ما نعلي درجة حرارة ما بيحصليش الكلام ده، كل ما نعلي درجة حرارة كل ما من البولتسمان ريشيو بيطلع لي النسبة بتاعة الاتومز اللي بيحصل لها اكسايتيشن بتبقى اكتر. فمعنى كده ان هي الضوء بس بيبقى عند نفس الويف لينث، بيبقى عند نفس اللاين سبيكترم هو هو، بس الانتنس بتاعته بتزيد، انما هنا بيحصل تغيرات اكتر شوية نتيجة لان الاتومز جنب بعض بتعمل انتر اكشن او بتعمل انترفيرنس بينهم وبين بعض.